رمضان ضمن مزاياه الكثيرة يختص في دولة الإمارات تحت قبضة حكومتها الأمنية بظلم طال ليله. ففي رمضان اعتقل جهاز الأمن في الإمارات ثلة من نخبة أبنائها، لا لشيء إلا أن يقولوا إن نريد إلا الحرية والإصلاح في بلدنا. وككل مستبد تلك أخوف ما يدعو إليه إنسان. يأتي الشهر المبارك بكل روحانيته التي يبثها في جنبات المعتقلين، وسكينته التي تغشى ذويهم، والحزن الذي يتكرر كل عام في ذكرى الاعتقال. في رمضان العاشر الذي يمر على أهالي المعتقلين كالتسعة السابقة، تتكرر ذكرى اعتقال الأب والزوج والأخ، الأهالي الذين ليس لهم إلا الله ثم أنفسهم يشكون إليها خوف أن يطالهم السجان إن تحدثوا عن ألم اعتقال ذويهم. في ظل الاستبداد والطغيان لك الألم والبؤس، ولك الويل والثبور إن عبرت عن استياء أو أظهرت امتعاضاً أو لمحت باعتراض. هذا الظلم الذي لا يلقي بالاً لشرع ولا عرف، ولا يميز بين نخبة الشعب ومثقفيه الذين عليهم تقع أمانة الإصلاح والتقويم، وبين المصفقين في الحق والباطل ابتغاء مكتسبات مادية دون كثير تفكر في مصلحة البلاد والعباد. هذا الظلم الذي يرمي مخالفيه بالإرهاب تارة، وأخرى بالتطرف، وثالثة بالبحث عن السلطة دون أدلة سوى التنكيل الجسدي والتعذيب النفسي والتخويف بأذية الأقارب والصحاب. في رمضان نذكر الحكومة التي تتحدث ليل نهار عن حقوق المرأة والطفل، وتعلن نفسها حامية الطفولة وصديقة المرأة، أن يصدقوا مع شعاراتهم وأنفسهم في نساء المعتقلين وأطفالهم. نعجب من حكومة تصدر التسامح صورة لها في كل مناسبة، وتتشدق بالمحبة نحو الآخر في كل وقت، كيف تحرم مواطنيها من هذه وتلك؟ كان يتندر أحد المعتقلين كلما قرأ عن التسامح في الصحف: يا ليتنا نعيش في الإمارات التي نقرأ عنها في الصحف. في رمضان نتذكر حال المعتقلين بكل أسى، ونذكر طلاب الحرية بهم. فالشموع التي تضيء الطريق أثبت لنا التاريخ أن أقبية أجهزة الأمن لم تقدر على إطفائها يوماً، وإنها زادتها اشتعالاً. في رمضان نتذكر أهالي المعتقلين من المستضعفين من النساء والأطفال الذين لا يستطيعون حيلة ولا يجدون معيلاً ولا يرون إلى حرية المعتقلين سبيلاً.